والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد احبتي في الله والمهم وحملوها لغاية البنية أميليا سوشيال كيسات إلى كلمة وهو هذا الحيط البنية أي وبعد بيت المقدس مسجد الأقصى إيوم ما ممكن مرايكم كا وقالك الكد وقالك إني مقالة سيئة مدلانة أنت أيضا وحي مضان طائنا بسلوك مقالة بيت المقدس أصل كذا تاريخ يا رب ديب لورا لحكم وصاكه وحا أساسي لمن أصل كوض عربي وكان عاليين لبي يجري وأنا مقالوين كأدون كهدف لسان مقالوين كبهرين ويحاك أساسي لمن كاسي ولمن كقرآن كريم في وكور ربي إن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنه ربي أمري إنه كقفصد وكلمر يقول بيت المقدس نبي الله موسى أمري بني إسرائيل وكامنيا وكلاها الله يري بني إسرائيل يقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ملكا بركيسا طاهرا الهي اذن قريب كلام لمن كان حيستنى كلام مريكا لابن اسرائيل ولابن يوسف كامل يوم عليه وعلى نبيه الصلاه والسلام اردت الى هيت واني لمن كان كلام مريكا فلسطين يا بيت المقدس ويكعب صلي ويكعب شيء ولدي أيما قلت دارنا إن فيها قوما جبارين موسى ومقالنا واحد شروع ديجان كانت ديجان لمن جبارين وآخر بلن وهذا ذكر عالي الحين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أنه مجالي من مقالنا سيلاه يسكو وقبحا هذا يسكو بقبورة وكسكتري قال لك لطة قال لك إلا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصده واتن لغسي من ربي سورة المائدة الله كقوة الرمي مكين دم بأي لهذه موسى وهذه الرب قال تقوى والله دقى على من المكاس أنا بقى أنا مش ليتو بي هل كان أنا كفر بي إنها أنا قاعدون كعدي الرب قال دقى على من ربني إسرائيل وكيتيه كبعي أفرت السنة وتيها وكيل قردي أرض الصيناء وقوة قوة ريالي حالا دا إيضا نبي الله موسى عليه وعلى نبي الصلاة والسلام يبقي ليوذي بغي لهذا فتيه سيشبه أن يرب الإسرائيل بلدها سنوات كتاريخ إلى أي تنمية ويبدو وحوه أصل كفلسطين هي بيت المقدس ومجال التاريخ لأنه عرب من قريش رب الإسرائيل يهود نجيب كيما الله تبارك وتعالى أمري ما دام أي أهايين هو الدين تهيستا عربتي كان عاليين تونا أي وثنيين قالا أهايين نبي موسى الله أمره إنه مقالة الأولي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن مقالة مقالة عامة تاريخية تاريخنا مكي لغي ما دوم نبي قلنا صلوات ربي والسلام عليه مقالة مكة مكو إلهي كسر الصاري هو وحي كل الله وحي الكذباء وكان نبي قلنا هبين نبينا ذكام إذا لن يلمي مقالة مكة لغسي قاضي وحالك بيت المقدس هل كاسو النبي صلى الله عليه وسلم وكن قرق المي أم بيدي وقرق المي وصوشي النبي يدي أرض هل كان قرق المي إسلامين كاس كذبنا هل كاس النبي قال لغسي قادة بيت المقدس بقى لغسي قادة وحا لغسي قادة تضوض السوى قرقور هل كاس النبي صلى الله عليه وسلم وحا لغسو واتشبه شنط الصلاة من هذا تكرين نبي محمد صلى الله عليه وسلم شنط الصلاة وطع أي صور مضي توس وكوه مصر نقلين وحا لغسو وكذب بيت المقدس هل كاسا هدرا لغسو قاضي ومكة وقصو الله في إسلاح بين إمدي صلوات ربي وسلام عليه قصة الدير يا عجب تلي آية من آيات الله كم إذا قرآن تلمامي سورة الإسراء باللوغير أي تلمامي سا كذلك سورة النجم إلهي كقول ربي تبارك وتعالى
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأميشي مليين الله يلوي صلوات ربي وسلام على أهمية بيننا التاريخية لأن وحوى أنبياء النبي قال لكم الرجل صلوات ربي وسلام عليه هو النبي عيسى وكد بيه ما شرى أصر واحد وحي من ربي تبارك وتعالى بيش وكو إيماني وأرض البركة يسروا يزيد القرآن بكت المعبي سيرا كالتا النبي قال صلوات ربي وسلام عليه مركو مككس وحجرودا مقالة مدينة ويمت لحية ربي لطه ومقالة المدينة كتشه وغير رواية قادة تضبية طرف رب إليه أيها النبي صلاة وفي أبلاك يسأل حق بيت المقدس قبل ناسه قادرة وصلاة حق اللوك يسأل لحية ربي لطه كدي مركي صلاة حق اللوك يسأل بيت المقدس أيا إلهي تبارك وتعالى النبي قل أقبلك كتش على إن مكان أوريكي يكعبدا أيا سورة البقرة آيات كبير دا مكة سودني والنبي قال لله صلى الله عليه وسلم وانو أرقنا وانشيقا حقا سيكون ريني القبلة ذاتي إنا تعيش حيث وانشيو يوحى بجيس ستار كعبض حق هذا بجيس ومدينا وحى الأمر النبي قال فحصنين إني كعبض بجيس صلاة صلاة دي اللوى قبلو ومده الرئيسي مدينة دنبيسي تي خوري ومسلمين تو بجيس سنتيني وبيت المقدس انت وحادر دين تيمان احنا هذا صدح مسجد او بركة يسان مثل صدح حادوي مقالة مكة هي مقالة النبي قال المدينة صلوات ربه والسلام عليه مقالة الصدح هذا المقدس كان بركة يسان وبيت المقدس واحد مقالة اسم مكة قلب قيمة هي مسجد كان روح كستوء ومسلم كقلب دي سميال ركبه في قطع الله أدون كمجو دوري هكتشو جنسي قدوري هذا أفريكان هاها يوروبيان هاها إشيان هاها تشاينا هاها وقدوني هاها العرب هاها مسلم بهدوية هاي بيت المقدس قلبي يسمي الله ربك قتال وأنا قضية ذلك وقضية دي سيوم قضية دي سيوم نبي قال صلوات ربي وسلام عليه بنته الله عمري إذا آخر كيسي إذا مرة رأيو دري والرق صحابة وقامين إياه والشام قوة جهن بل إذا في قلدا بيه يسوى مقالة المدينة كبحي نبي قيري وذي صلوات ربي وسلام عليه أسامة وقامين إياه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه والله النبي قيري وذي إذا كاسمته قوة جهن أرض الشام دقال في قول رينا وكيدا حيموتا إن مسلمين في الشام لو رجالوا بيت المقدس قبصنا نبي صلوات ربي وسلام عليه باللون يدي رسول كان بالله صلوات ربي وسلام عليه كدنا أبو بكر الصديق مكوي رضي الله تعالى عنه وارضاه لبس لي وحي القلك هي مدنا روحكم مشكورين قبائش الدين تكبحي إلى مركو النبي قل انت ضد برب الدين كان قضي فقالوا لي يرقى صلاح علي ضد كائن دين تنقص علينا مسلمين تدم له حوتيه ومن نمو دي ديك لو سعيتي لو سعيتي مهمة داسو كما شكوري الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه لابد يسي صلاة يا وحي انت يا ريد الله انت يا ريد الزيادة لك كذي مركو سعيتي وحرق مسلمين تسعيتي بذهكها أيا حلك وحا لو ريلي عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وحي الكذبة صلاة كي شنية طوانكي هجرنا هجرتي النبي كما كان لقيت شوف شنية طوانصر صلاة أيا بيت الوقت مسلمين تلوري شام بي قبصدين بيت المقدس بلوري واحد ملوري إليه الشيس مددير بالغوري سنة مددير مكي الغوري سنة كدب نويس دي مددك الدقران وحبوه أقبلنا هو حيستي نمكا كريشتن كا مذهب كان أرطوكس كان اللي قاهدون دي مصر إيا الشرفوش كا إيا مذهب كان كريشتن كا أيا إلا هيدا كنيسة ده ميشكويا لإسكار عمر رضي الله تعالى عنه من كده طريقة هاي الكنيسة ده هو إنا أما كريشتن كهو إنا مضيب وضعها أما نحوها هاي بسيس كوضعها أيها وقال في المسلمين تدريد مضى مسلمين تهو قابل يقول كله الشيء واسديب إنا لكن هو حرم ما إنو نوي ما دو بدح إنا أغسر إنا مسلمين خليف إنو نوي ما دو أرون الشيء سلكم عمر مدين مكتري فلسطين بوسا كتري بيت المقدس كتري من كده طريقة هذا ولكن رمي شيء اسمه هذا الكلام من السجيبان مقالة المسلمين تقصوا مريبتوا أيها كان اللوتا أيها كان يصدقوا دي البلاه يفكر هذا يسأل حفوظ هذا أي شاء
سيداسي بيت المقدس سنة كيشان يطبقي هجرقة قعد المسلمين تبصر بشيء عهده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيداسي باقي كوحة مدبر حكم إذا سمع حدا يوناك الدين تنو حكم إذا سيدا عهده يبضل فهو إلى نسوه عهده مالك أولك لك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرحلي كتب بيسي أو بم سيدي بلون إلى هني ساس درادة كنيسة هبوة إلى ماشا كنت على كنيسة القيامة كنائس تواقاسي عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قول ربي الدائم كم تاي أي لها يد إلى ما أنت سيدي بيقوت الله متدى غير المسلمين تو هيكسو ترين يا بيت المقدس وحي بتوصي ساقي لي مسلمين تو يهدد بلن الله إلي بي إني نبلن تكبحين إني نغدرك أقونين إني نحقلك أقونين إن المساحة معينة إليه سماحة إذن تنلاذ حي أيها المتصيصة ماشا قوة أنا ودين أكبر ماشا سماحية تريد قوة أنا ودين تريد يعهد إليه سيدة سوية بيت المقدس مدد الرجل عند مسلمين تقول شرفي مسلمين تي مرحلة الحوار ضعيفة واسخلافة شيعة قفصة مصر وقفصة المغرب العربي لمن فاطميين ليلة هذور وشيعة مسلمين تواكره البرين وضع كمان تحيبوا يا الله نبذوا أك أي قلين حيث كان السجحة هي وحر أي وحر الله يقالوا تاريخ ذا الحروب الصليبية دولا من نيرو استبيا لي وكريشتا قصوا قالوا الصليبيين تو وعيكون كمسلمين تقصوا قالوا تاسا وحن كلهم ريقين بيت المقدس ومن حرق مسلمين تي بربرين اسخلافين دولدوا وكالتاقين قال كم من أيبا كريشتن هي الدولة دي سنشيس لكلا ولا نهر إني قرب قرن نقدا وتم أنت تجاوي تم بدو أبو كلا صومرتي تاسي كل مريج وحي كتبنا إلى يوم القدر مدد دار المسلمين تندي بس كشلا من المقدس مدد دار بيك عتق ويا روح أقول دم بينك فري سوح لي نك لبيه جل سليمان الأول عثماني جاها التركي جاها خلاف العثمانية خلافة المسلمين تقول دم بيسي قعدت المسلمين تسوي مشاركة سلاسة قعدت المجرد مدينة بيت المقدس هي مسجد الأقصى مرنو أيها الرجال بيت ويهود سود الجيل بغرصة لكور أيها قلنك اللي نحن وعد بالظور ونينك إنجليسي وسمي أيها الرجال وبحي قرآن كوكا يارين من قلقا لدجي يهود لدجي سنة مركوها قوصة قالوا غرفتا يسيدي دينة يهودي لغسر رفلوشكا هي بارك الله يسوع ربنا بأن سود الشيء دوك فلسطين. بيت المقدس اللي هو يبغى يبقى يسنتان أي غرب يا حق قلبيت كحكتة إسلا سنة كاسا إسرائيل يبغى يجي. قيت الله ما قيت الشرط قال لك هذا الرجل فقري بحكتة ميدا أنا وحي اللي هو يبتي كون سجال بقول إيوه صدرت إيه اللي حنا كي مركز إيه الوضع عرفت الشريسي وحين تكبر إيه ده ده مركز إيه اللي هو يبتي قيت الشرقية إلى كنوسة قالوا نقول لحنا إيه تضمني إلى ما أنت يهود بقى عبد كويس إسرائيل بقى ماموشا سؤال اسم الدين دلوحة ترامي إيه المامور كمريك إنه قلب وحري بيهود بقى إسكالي حاسك بدل يوم يهود بدل كرا حاول بدل كرا لأن أصل في إسرائيل بقى يستوى يلا ماموشا إيه ذا كتلسة سيدي دورته هو تصورته هو بدل يا ويا محمد الكريم أما لها شهر مجال هذا تاريخ أهان هي دم دم قبر قال لا حريك هي صحيح لا سمي وحكم النقطة ولي جد خبرك عجري كعنك جود هنا تاريخ هذا دير ديك هي تقال هي هنتي هي أمت من الإنسان هي رك بيكوك عجش بصر نقطة وحي حقوق تغرقوا بصور الله يحياري ولا هذا لكم أيها حدي مدد المرأيكة في قلبتك أي مسلمين خاصة العرب خاصة الفلسطينيين أي كما أولينا إياه وده هذا لنا بدقيه لابد دولة دولة إسكرم يالا قدس أول الله بقى يبونا ولابد دولة عاصمة أولا وحا هدي مدد لأخريها إياه والنوع مفوقة هاي تخديرنا والنوع سرقامنا ونوع مسكح كعيار ونوع ما هو يراء الرواية وحنا كتشرين حقيقة وحيتهي بيت المقدس
حب بان لغو قاتي حب اللي يقصوا النقطة والحيار قصوا النقطة حالتنا محاينا دقيقة ويبقى سؤال شيء سوي دين تلي سببت هنا فهل نوري لماذا ترانا انت عليك يا مسلمين تعال هل بليان اي مش بليان عالك وكل هو مسلمة لماذا لو إلى الهوية وحيا حتى شعور قول لو إلى الهوية طريق قول محل لو إلى الهوية محال موضع وعي محال موضع صفتي محال دو مليان موريق وقلوها يهودا موضع صفتي محال قول المسلمين تبقى قلت مريا الله وقع يا ريا سؤالها وين اسمي دين تلو حيبتها هاي أسباب معيتها وهنا ما النبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه نصوص في القرآن كي يسوى الذي يكتبه النقرنا سين السير تبفها النبي قال صلوات ربي وسلامه على نوح عليه اذا تبايعتم بالغيبه مركات الرباط وكوكا للشتات والرباط تحكي انه بيفتي حيال غيزي الرباط وقع على الانسان واخذتم اذناب البقر روح الصيف الى اخر سلطان حول نقطان ورضيتم بالزرع بير شرع بيرها ابرال كل نقطان كنعسي صناعه زراعة انت لا وقود يا قضبا وحبك امام مقنا ضلك امام مقنا دينك امام مقنا هولك امام مقنا شيفك قبوحة اكونتك قبوحة باريبا قبوحية قنعسة قبيبا كالرقمية قضيتك لنا المدي انت ساقو قضيتها ورضيتم بالزرع رالي اكون قطاع الدنيا اللي وظاهر تالا الله تبارك وتعالى مكة بحي نتيجة طه سلط الله عليكم ذلا مركا الهي وحب ذي قصة لذا يا ذلي قوصا مرنا إذن كقالي إلى دينتي نأوصا ونقطا قيمة حديثك كبيرة وتركتم الجهاد في سبيل الله ومدني عزي إيه الكرامة وحينا مركا النفتة إيه قول هذا دينت إلهي إلى الكرية شعود حيز مركا سيعزي لها كرامة لها مدى إسلام عالم كأيه لقامين يا سيدي حقوق لنا هوية لا تعلمون بريين كريم سفيه هي ميت أحمق عقل لها يسكب الدائم عيد هوية لا تعلمون بريين قلت أين تشريك مركع سيحة لكن مركع حوالها دي ريبطي دانا هذا خاص كان أيكو مشكوشي واجبتي دينتن يوشقيتي دانا أي قرب وقتوي كتكتي إلهي السنة دي سواحة ويقل لبصة لذلدل على قبالين إلهي أسأل الله وتديك حتى ترجعوا إلى دينكم هل كذا وحي من فهني عزقا هي الكرامة غير المجد حتى ترجعوا إلى دينكم وليه ما تكفض المسلمين ما لن أي كتر بديهن تاريخنا أدونك مصومرين ما لن أي كتر قال بديهن تاريخنا أدونك مصومرين ما لن أي كأقوى يهن بديهن ويرين ومع ذلك محاسا أقوى هلكا قيقي وحقوق دور إلا قلتم تكيري ومقدسات دور إلا وصخية كيري وصيدي دور إلا قلت صرف رحا كيري سرت مقر وحوي أباهين عدانيين تولي فهمان أباهين مرحلوا إلي فهمان أباهين أقوى يهب إلي فهمان مالك لترضوا أي كفرتي أمدا عز قيقية كرامة ذو الدين تيرا مالك يأدونك وقامين إسان الدين إيه العز كرامة إلى هيك هلكا سيفري مالك يتاكل لي حتين ويد كل ذي دل لي قال لقال الوالي حديث قال النبي قال صلوات ربي وسلام عليه وعلى اله وحال او ان امضوه بسبوكين تقع بسبوكين يقال كل وقت اذا القران سيد الدفك قوه خاشين كبريا حينما يصحوا كرجين كوجي وصي سبوكي يدعوا كلام هبروا قال خاشين كوديار السوية نعم وكل ما ندعيه هو فلسطين هو ذا العنام سيدا السوء كلا وحاك الموضوع من تجي سبوكي انتقع من هذه العنام نفرقه كم إذا ماشي الفيديو هذا المقل يا رب الرسول إله يوم صوت بحيث مالك عسى وموضوع من الموضوع كل ذا هو ذا العنام حكي لي ما تصير أي ربا يا من ربو الصلاة يوتر يا رب يا رب الرسول صوت تساكت وكاسا لكم الرسول الله عليه وسلم ترى يا ربا بل مال كاسي تردي من وي بضنت هاي من النبي صلى الله عليه وسلم مليار ونص مليار بليان دي نص عالم للرؤية عيسى في سبونس كيس وهل بضنت هاي من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السبيل لكن مال كاسي تردي من هبناته وحاسة هاي من النبي صلى الله عليه وسلم
daadxoor oo kale. biyuhu markay socdaan qashinka ay reebaan, qashinkaasoo kalea tirigu nabi sal lay slam. waxaan rag lahayn, oon qiimo lahayn, oon tayo lahayn, tiradii waa jirtaa laakiin tayo ma jirto. maalinkay 315 wiil ahaayeen dagaalkii badar, futuuxaadkii loogaabu ilaahay siiyey, dagaaladii ka dambeeyey tiro yar caalamka dhan bay kula dagaalameen, dagaalkii muuta ee ay ruum la galeen muddad yar bay ahaayeen, ruumna waxay ahayd kuman yar bay ahayd. wamaca daalika tayaa jirtay, tayadii baa luntay, tiradii baa badasho badatay. macnahaasaa nabigu tilmaamayaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, waa tan maanta jirta wey, ummaddu tayadeedii baa dhimatay, laakiin tiradeedu waa badan tahay. nabigu waa sii faahfaahiyey sal alay wasalam, tayadu say ku dhimanaysaa tiradaa badan la garay, wuu sii faahfaahiyey nabigu sal alay wuxuu yidhi, cadowgiinna qalbigiisa waxaa laga siibayaa haybadda uu idinka haybaysanay iyo baqdinta uu idinka maqan. cadowgiinna kaba baqli maayo. baynamaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh alla wuxuu ugu biliyey meel bil loo socdo markuu cadowgiisa ku jiro ayaa ruux iyo argagax geli jiray. madaxdii ka dambaysay muslimiintuna hal kelimo oo ay adduunka madaxda ugu sameeyay ugu awood badan hal kelimo ay u diraan baa ruuxdii iyo argagax la geli jiray. ruuxdii iyo argagaxii baa baxay, qalbigii cadowgiina haybaddii cabsiyo in ka cabsanaya waa laga siibayaa idinkama baqayo. ya madluwaaq idaara hal idaar almaamul hal nin baa milyaar iyo nisfa milyaar quluubtooda aan dan kalahayn iyo wixii gaarhay qadiyadooda aan dan kalahayn laana waxa way kama baqay ogyahay xaal mas-uuliyad qaybsan u kala kordaya lacagtooda siinaya ee u kala dhuumanaya siday ku raalli gelin lahaayeen ayagii shucuraya xaaladan ogya saas ama cabsi ma jirto waxbana ma samayn karaa maxaa la samayn karaa. nabigeenu waa sii fasilay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, quruubta cadowgiina markii argagix iyo cabsida laga saaro qalbigiina waxaan ku ridayaa wahyini wahdi iyo dac wahni tabatari cabsi liidasho hoosayn. way weydiiye rasuulka wahmku muxuu yihi nabigu wuxuu sal alay slam, adduunye jacayl iyo geeni nacayl, diintan xoola uma ogolin, naftaadana uma ogolin, waktina uma ogolin, juhdina uma ogolin. ya baynamaa xoolahaagaa jeceshaa, hantidaadaa kula weyn, caruurtaadaa kula weyn, guryahaagaa kula weyn, qadaayaadkeedii baa muusan, baahideedii baa taagan, ayadii baa burbursan, danna kama leh. xubu dunya wa karaahiyatu lmowt, xadiidkii hore isku macaniyey. xaqiiqadu waxay taabanayaan baytul maqdis qalin iyo saxiix kuma tagto kumana timaado, fadhiyo wada hadalna kumana tagto kumana timaado. xaqiiqadu waxay tahay adduunku waa maalmo, ilaahay baana saa u dhigay, watilka alcayaamu nudaawiluhaa bayna annaas, asbaab iyo xaalo dacf iyo hadday ummadani ku jirto ninka moodaya inay ku sii jiri doonto waa nin qar weeya isagoo sababjeeda riyoonaya wey. xaqiiqadu waxay tahay rabbina noo sheegay rasuulkiisuna nooga warramay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, gacanta dambe inay yeelan doonaan ummadana diinteeda usoo dhaqan doonto, midnimadeeda iyo xoogeediina soo noqon doona, muqadasaadkeedana ay soo ceshan doonto, baytul maqdis ay ka mid tahay, nabigaa noo sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waana xaqiiqa arumaysan ummaddan dumarkeediiyo hableheediina maysan balmadayn, gudaheedana waxaa ku jira asraar aan ina gaari karaynin baa gudaheeda ku jira. maalmo weeye, waqti kooban weeye, laakiin shaki ma jira inay soo noqon doonto. ama jawaabtanadu inay noqoto mudaharaadyo iyo qaylo iyo fadhiyo laysugu yimaado iyo wasiiraa shiraya iyo madaxyaas madaxdiibaa shiraysa iyo cibaaraatu tandiid waa inkirsan tahay, waa wax khaldan, waa xadgudub. intaa haddii tabarti ku soo urursatay waxaa wax ka hooseeyaa jira jirina doona biidni illaahi tabaaraka watacaala, taariikhduna way qori doontaa sida nabigu loo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, qur-aanka kariimkuna rabbi ku ballan qaaday. xaqiiqadaasaan rumaysanna qadiyadda baytul maqdis iyo masjid alaqsana maaha qadiyo carabeed, maaha qadiyo carab keliya maaha, maalinkay gacanta ka baxday waa maalinkii muxiidkeeda islaamiga inta laga saaray la yidhi waa qadiyo carabeed. carab iyagaa la leeyay, iyagaa halkaa dhigay qadiyo muslimiin wey,
qur'aanka kariimka ku sajilan axaadiista nabi maxamed ku sajilan ruux kastoo muslima adduunka joogana qalbigiisa meel adag kaga taalla way noloshiisana qayb ka diyaarban uu yahay bikulli qaalin warafiisi lagu dayay masaladaasi waa xaqiiqa taalla way xamaasana maaha iska yaryeelna maaha masalada inuu fahmo u baahan way itraam iyo idaaradiisu inay fahmaan reer galbeedku inay fahmaan taariikh dheer oo dheer oo dheer mahma ay dheeraato maalida insha allahu tacala taariikhdu wax kale qori doontahay salu wasalimu cala khatami alambiyaai walmursaliin allahuma salli wasalim wabaarik cala cabdika warasuulika muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciina warqadaahum can alsaxaabati waltaabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا اليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل هذا الدين يا ارحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك